واحدة حياتها بائسة، ضحت بحياتها عشان تبقى ست بيت، بس النطعة جوزها خانها. هتحاول تبدأ حياتها من جديد، وبنت المحظوظة هيكون ليها صديق كاتب مشهور ما شاء الله عليه، يعني هو اللي هيساعدها تحقق حلمها. المسلسل ده حلو وخفيف، بس هتكتشفوا ان البطلة عندها كمية غباء لا نهائية. يعني ربنا عوضها كده بدل زوجها الخاين بليجون سوك واحد كمان لا بأس به. ليجون سوك بيعمل كل حاجة علشانها وهي مفيش دماغ، مفيش مخ اصلا. يعني لو مفيش مخ في نظر، ده ليجون سوك. ممثلة مشهورة جدا لجمالها، بس التمثيل فاشلة. شهرتها تقل بعد ما تعرضت لإشاعات كده فضيحة بجلاجل مع راجل أعمال كبير، وعشان تمثل السيناريو اللي هتموت عليه المؤلفة اشترطت عليها أنها تتدرب في مكتب محاماة لفترة عشان تليق على الدور ويمكن تعرف تمثل. بس هتقابل واحد مدمن شغل ما بيهزرش، يا ترى هتعمل ايه معاه؟ الحلو في المسلسل ده مش القصة، القصة عادية جدا، بس الابطال هم اللي لوتاز. يعني احنا بنتفرج عشان خاطر الابطال، والكيمياء ما بينهم تحفة. والحلو قوي اختلاف تنوع الشخصيات، يعني عندنا مثلا الشخص اللي بان جنتل وشيك كده بس هو ابن امه، البنت اللي بتقع في غرام اي واحد حتى لو بتاع دليفري معدي قشطة تجري وراه، المدير اللي واقع جدا في البطلة بس عامل نفسه تقيل وجنتل كده ومحدش معبره. منسقة معارض فنية لو اتعاملت معاها لوهلة بس تفتكر ان هي عاقلة جدا، بس الحقيقة هي كيبوبية جامدة جدا، بتنزل تصور حفلات وعاملة مواقع وخرباها، بس مخبية الجانب ده من شخصيتها قدام الناس عشان دي حياتها الخاصة اللي هتكون من اهم الاسباب اللي هتخلي البطل ينشد ليها. هو في الاول حلو جدا وممتع، وخاصة ان البطلة بتمثل 99.9 مننا، بس في النص كده لما يبدأوا يحبوا بعض هيبقى فيه 5 حلقات كده ملهمش لازمة بيحبوا بعض، بس هتحسوا بملل شوية، هو ده بس عيبه. نصاب محترف عليه حتة دين حظي، يعني تحسه ان مامته ما بتقومش من سجادة الصلاة من كتر ما بتدعيله، ومحدش قدر يمسكه في قضية واحدة بس من عمايله السودة. وقع في حب واحدة مخبية عليه ان هي ضابط بوليس، وما اعترفتلوش غير لما اتجوزوا، يعني لو امه داعي عليه مش هتبقى كده. يا ترى ايه الصدمة اللي حصلت لواحدة زمان تخليها تأجر واحد يغنلها بالليل عشان تعرف تنام، بس الشخص ده غامض وما دخلش صدفة حياتها، ده اكيد وراه حاجة. انا عملت كل المسلسلات الحلوة اللي حصلت قبل كده خيالية في فيديو كنت عاملاه من زمان لغاية 2019، بس احلى فعلا قصة خيالية لغاية دلوقتي كانت هوتيل دي لونا. يعني لو هقيمه من 10 هيعدي بكتير، هيعدي مكتسح. فندق فخم جدا فيه كل حاجة ممكن تتخيلها، الشرط الوحيد عشان تخشه تكون ميت، وبتديره واحدة ملعونة هتطارد لسبب ما أجبن واحد ممكن تشوفوه على وجه الأرض عشان تخليه هو اللي مدير فندق الأشباح. بس بسرعة الموضوع هيتشقلب، هي هتحاول تدفشه من الفندق. هو لأ، أنا حبيت الموضوع قوي، أنا راشق معاكي مش ماشي. الحلو في هوتيل دي لونا ان الكاتب او المؤلف هيخلينا نتفاعل مع شخصية البطلة جدا، يعني شوية ساعات نقول يا جحدة ايه كمية الغر والشر والقرف اللي جواك دي تولعها يا شيخة، وفجأة نقول لا دي غلبانة قوي، طب ما هليها حق اللي بتعمله ده، انت زي ما ولعتش في المسلسل كله. كنت اتكلمت قبل كده ان من احسن الدرامات الخيالية كان يوميات ارثدال، كفكرة خرافة، كان هي مفتوحة، يعني ما نعرفش هيعملوا جزء رابع ولا لا. اي نعم هم 3 أجزاء 18 حلقة على بعض، بس ما استفدتوش اي حاجة بالجزء الاخير الصراحة. الحاجة اللي تشل في الموضوع ان في واحد من الابطال مستنينه بقى هيعمل حركة
ايه بقى اللي تدخله في الموضوع؟ هو طول المسلسل بيتخطف، ناس عايزة تقتله، بيتدحرك من فوق الجبال، دبة هتطلع عليه تاكله، هيقع من فوق الشلال، هو بس دي حياته. هو فاكر نفسه نحس، فانا كنت من هنا بأكد له لا حضرتك نحس فعلا، بجد ما بهزرش، ده نحس، لان حتى لما ربنا فرجها عليك وبقى عندك جيوش والناس بدأت تحبك وتحترمك، الجزء الثالث قفل على كده، وما نعرفش هل في جزء رابع يحسن سمعتك شوية ولا لا. دكتور عبقري لبس في قضية بسبب ان هو اتخانق مع ابن راجل اعمال كبير واتحبس فترة، وفي الفترة دي كان المفروض هيعمل لمامته عملية لكنها توفت، فقرر ان هو ينتقم بس بطريقة مختلفة تماما، هيبقى دكتور في السجون ويطلع الناس الكبيرة الظلمة باختلاق امراض مش عندهم اصلا تخليهم يتعفوا من الحبس، فكده يكون صداقات معاهم ويساعدوه ان هو يحصل على انتقامه. دكتور بارد وتقيل كده ومحبوس لسبب ما، لكن في الطب ما عندوش ياما رحمين، يقدر يشخص الحالة اللي قدامه من المساجين في اقل من الثواني، ده كمان هيلفت نظر دكتورة السجن اللي عندها عقدة بسبب موقف حصل لها زمان، هيرجع لها الثقة ان هي تشتغل تاني. المسلسل عبارة عن ابحاث طبية بيعملوها عشان يعرفوا ايه الاسباب اللي بتخلي المريض يشعر بالالم ويقللوا منها. الفساد في الشرطة مال البلد، ومن هنا اتجمع 3 اشخاص لمراقبة الشؤون الداخلية للشرطة، وبيجمعهم ماضي اسود، مش هما اللي عاملينه، لا دي صدفة حياتهم ان جمعتهم قضية مأساوية حصلت زمان. دكتور بيطري حنين جدا على الحيوانات، اما البني ادمين فيفجرهم عادي ان شاء الله يولع. راجل رباه على الاجرام من هو صغير، وقبل لما الراجل ده يموت قال له يا ابني سيبك بقى من الكار ده وشوف لك صنعة تانية تعيش بيها حياتك، لكن هو ما سمعش كلامه وكان بيتأجر دايما للقتل، إلا واحدة بس ما قدرش يقتلها، يا ترى ليه؟ شاب انتقل للعاصمة عشان وظيفة جديدة، وسكن في مكان لما عرف ان هو رخيص جدا عشان يوفر، بس اكتشف ان هو ساكن مع مجموعة من الناس كلهم معاتيه، وكل شوية بتحصل جرائم قتل. المسلسل ده بالنسبة لي صدمة، تقريبا المؤلف ما كانش بيركز على تأثير الأشخاص المعتوهة على البطل أكتر ما كان عايز يخلينا احنا مختلين نفسيا، عقلنا مش موجود أكتر ما هو مش موجود أصلا، رسم كمية شخصيات تجيب لنا هسس هسس، وده مش مشكلة، أنا متعودة أن أنا أتعامل مع الشخصيات دي في حياتي عادي يعني نفس، بس المشكلة بقى انها متفرجة عشان ليه دوك. كان طالع بشخصية طبيب اسنان يبدو عاقلا، هو بيتلذذ كده في تعذيب الناس، مثلا انتوا عارفين لما نتفرج على مسلسل كده فيه سايكو مش بنكرهه، لا ده احنا بنحبه جدا، بيبقى عندنا في الليستة بقى ونحلم بيه، بس ليه دوك من ابداعه في المسلسل خلاني اكرهه اللي انا اقول لو مش ده حاصد الارواح اللي انا حبيته قبل كده، مش دي الابتسامه اللي كانت في تاتش يور هارت، يعني انا ذنبي ايه اشوف ابتسامه بالمنظر ده؟ يعني تحسوا انت اكيد مش بتمثل، دي شخصيتك الحقيقيه وانت كنت بتضحك علينا. المسلسل ده قصير بس للناس اللي بتحب الجو الرعب والامراض النفسيه، غير كده محدش يتفرج. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناه ده لو عجبكم الفيديو، وكمان يومين هنزل ايه احلى المسلسلات اللي بتتعرض حاليا، وهيبقى للاسف صعب اعمل دراما بحالها كلها عشان حقوق الملكيه، مش هينفع اخد فيديوهات كتير، ممكن في المستقبل لو قناه اشتهرت يسمحوا لي اخد فيديوهات ويرفعوا حقوق الملكيه عني. في قنوات بتعمل مجهود جامد بس للاسف الشديد مش سهل يجيبوا متابعين، وبتمنوا ان انتوا تدعموهم زي قناه كل ما يهمك وبتتكلم عن كل حاجة عامة في الحياة ومعلومات مفيدة، وقناة For My Friend
هم عبارة عن بنتين لزاز بيعملوا فيديوهات لطيفة، وقناة وصفة ياسمين، ودي اللي عايز يعمل أكل كده بسرعة. يعني مثلا لو جالكوا ضيوف على غفلة تعرفوا كده تلحقوا نفسكم. في قناتين بيعملوا فيديوهات عن الكيبوب، واحدة فاتحة القناة من فترة وواحدة لسه جديدة. ودلوقتي هقول أسماء البنات الجميلة اللي خدت بالي من أساميهم: ندى بدر، أمل، ماسة، شاهيناز هايشور، ندى، ألاء، مامة ليلى ولارين، مريم محمد، علا أبو شهيد، مريم كامل. أما عن الرسائل فأحب أقول لسلمى أفندي: كل سنة وانت طيبة وعقبال مليون سنة، وإن شاء الله السنة دي تكون سنة سعيدة عليك. وندى بدر بتقول لصاحبتها مرنا: أنا بحبك جدا ويا رب نبقى مع بعض على طول ونسافر كوريا سوا. ونرمين بتقول لصاحبتها أسماء: أنا بحبك قوي ووحشتيني، والسنة دي اللي انت مش معايا فيها وحشة جدا من غيري، وربنا يجمعنا ببعض قريب. رميساء بتقول لتوأمها: أنا عمري ما هبطل أتفرج على الكوري نهائي. وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويضة من صفحة